كيلو البصل لغاية 1/10 ب 99 فلس وأرخص سعر في السوق. أو على رسول الله، أسواق الجيمي للهدايا في معسكر الشركات في منطقة النود، في فرع ثاني داخل ما عندهم خصومات، الخصومات في معسكر الشركات بس من اليوم ولغاية 1/10 كل شيء رخيص، والحق ما تلحق. ولا تصدق، في أسواق الجيمي في معسكر الشركات كيلو البصل لغاية 1/10 ب 99 فلس وأرخص سعر في السوق. طماط بدرهم و 99 فلس بس، كل شيء رخيص. حتى البطاط 8 كيلو بطاط تخيل ب 10.99 فلس. الجيمي للهدايا كل شيء رخيص، موقعهم في معسكر الشركات منطقة النود، تخيلوا الماي، ماي جيمي 200 ملي 250 و330، 12 حبة، وخذ الكمية اللي تبغيها بدرهم و99 فلس وشامل الضريبة. أو لا تصدق، أرخص سعر على مستوى الدولة، حليب لونه الحبة ب 87 فلس، الكرتون كامل 48 حبة ب 42 درهم شامل الضريبة. رخيص في أسواق الجيمي في معسكر الشركات في العين، الزيت لتر ونص ب 5.99 فلس، حبات فول أمريكانا 4.99 دراهم، 3 حبات تونة 5.99، وإذا تبغي تونة أمريكانا أيضاً 3 حبات 8.99 فلس. بنادك أيضاً رخيص 7.99 فلس. 5 لتر زيت دوار الشمس على 19.99، رخيص مو برخيص قول لي بس. كل أنواع اللحوم موجودة، لحم العجل الباكستاني الطازج الكيلو تخيل 19.90 فلس بس. إذا تبغي طازج بشكل يومي الكيلو عندنا ب 29.90 فلس وشامل الضريبة. السمك رخيص في أسواق الجيمي، تخيل البلطي 8.5 دراهم، والسوبريم ب 29 درهم بس. عرف ان اسواق الجيمي كل شيء رخيص عندهم. نجم سهيل، عيش نجم سهيل في الخمسينات برا، في اسواق الجيمي 29.95 فلس وشامل الضريبه. شيء رخيص لغايه 1/10، كبريسون 10 حبات ب 6.5 دراهم بس. الاسعار في اسواق الجيمي، تخيل 1100 جرام دجاج سياره 99.99 درهم، 700 جرام 10 حبات في الكرتون وأرخص سعر في السوق 69.95 فلس. تعال خذ قبل ما ترتفع الأسعار في الشتاء، حليب ريمبو أبو قوس حق الكرك كرتون كامل 96 حبة ب 205 دراهم بس. أسعار في السوق، كيلوين دجاج صدور دجاج على 18.99، تبغي الكيلو 9.99 دراهم فلس. قيس في أسواق الجيمي 20 حبة برجر لحم 5.99 تخيل، وعنده ستربس دجاج 16.99، والبوب كورن باكيتين مع بعض 10.99 دراهم، رخيص مو برخيص قول لي بس. سنجر على كم؟ 25.95 كيلو ونص، برع ب 45 درهم تخيل هني بكم؟ 28.95 فلس بس. ست البطاط الهولندي معروفة، تخيل كيلوين ونص في أسواق الجيمي 16.99 فلس بس. خلل الحبات الصغيرة هذا مطلوب ب 3.99 من أصل 13 درهم. استاشو برع مش أقل من 35-40 درهم في أسواق الجيمي، تخيل 18 درهم ونص. 30 حبة ديو تخيل السعر بكم؟ الحبة أقل عن درهم 25.95 فلس. حلاوة دبي موجودة، هذه ب 29 وهذه ب 22، وإذا تبغي شيء صحي الفواكه المجففة ايضا موجوده والاسعار جدا طيبه. الحجم الكبير كل 6 حبات 9.99 دراهم فلس. كل الصحون هذه، كل الانواع اللي تشوفها ملون ساده كل شيء على 1.99 دراهم فلس بس. شيء رخيص، حتى صابون اومو تخيل 10 كيلو ب 48.99، صابون تايد 9 كيلو تخيل 49.99 فلس. شامبو وشاور جل ممكن تستخدمه لتر كامل، شوف الانواع 9 انواع تخيل، هذا شاور جل وهذا شامبو، والسعر 9.99 دراهم فلس. أرخص سعر على مستوى الدولة، كومفورت تقريبا 3 لتر وب 8.99 فلس. تعال أسواق الجيمي كل شيء رخيص، تخيل كلينكس 1200 متر يعني أكثر عن كيلو، والسعر بكم؟ 64.99 فلس. السعر في السوق الكلوركس حبتين مع بعض ب 25.95 فلس بس.